المهمة الرابعة يا أيها الكرام هي الممارسة الصحيحة لبعض أساسيات صناعة البيع المباشر وفنون هذه الصناعة، من ابتداء من قائمة المعارف والدعوة مع التشويق، ثم العرض العمل والمتابعة. فلا بد أن تكون ممارستك صحيحة لهذه الأمور. وحقيقة يعني عندما تشعر بأنه تراجع فريقك وتشعر بأنه تراجع دخلك، فاعلم بأنك تحتاج إلى دماء جديدة في فريقك، تحتاج، لأنه هذا نبض البزنس، نبض التسويق أو البيع المباشر هو عملية الاستقطاب والدايركت اللي هو دائما فتح خطوط جديدة. لكن لابد أن تفهم كيف يعني يكون عندك قائمة أسماء صحيحة. يجب أن تعرف كيف تكون طريقة الدعوة مع التشويق. مثلا قائمة الأسماء يا أخواني هذه من يعني ألف باء الصناعة. أقول لكم اللي ما كاتب قائمة أسماء ويحدثها باستمرار ويعمل عليها بطريقة صحيحة سيخسر كثيرا ويتأخر نجاحه. لائحة معارفك هي نقطة البداية، لازم تكون مكتوبة وما تستثني فيها أحد. اكتب كل معارفك ثم صنف هذه القائمة إلى سوق دافئ وسوق بارد. ابدأ بالناس اللي هم أصحاب المصداقية، أصحاب الطموح، العقلية التجارية. وبعد ذلك استخدم التقنيات الحديثة في إدارة الأسماء، طور هذه القائمة بشكل دائم. وأيضا لا تصدر أحكام مسبقة على مرشح أنه هذا بيدخل معي هذا ما بيدخل معي. طيب، وبعد أن تنتهي قائمة الأسماء، بعد ما تنتهي قائمة الأسماء يا أخواني حسب صناعة البيع المباشر القانون الثالث رول 3 يقول لك لابد من الالتزام كل شهر بإضافة على الأقل 10% لهذه القائمة من أشخاص جدد تقابلهم. يجب أن تبحث عنهم، لازم يكون عندك قرني استشعار للناس، لابد تبحث. هاي البروسبكتينج. البروسبكتينج يا أخواني هو الاستقطاب، الاستقطاب هو البحث، التنقيب عن الناس. لذلك كيف نحصل على الشركاء الجدد؟ بدك أنت من خلال بحثك الجيد، من خلال حتى زيارات إلى مولات، حتى إلى مدارس، إلى جمعيات، تعرف في على ناس جدد، ناس أغراب في السوشيال ميديا. هذه مهمتك حتى بإذن الله تعالى تحقق نجاح كبير مع هذه الصناعة بإذن الله تعالى وتصبح من القادة. وبعد أن تكون لدينا قائمة أسماء أو معارف مراقبة ومحدثة باستمرار، تبدأ عملية الدعوة. وأيضا يا أخواني يجب أن تكون طريقة الدعوة صحيحة. يعني كثير من أخواننا يخسرون أعضاء جدد بسبب أنهم لا يحسنون طريقة الدعوة. من أهم ما يمكن القول به في الدعوة إلى البزنس أن يكون عندك طريقة تشويق صحيحة. يعني يجب أن يكون عندك تشويق مناسب لهذا الشخص، والتشويق حقيقة يتبع إلى يعني الشخص المقابل، لأنه أحيانا في بعض الأخوة يقعون بتشويق سيء سلبي ويخسر هؤلاء المرشحون الجدد. فالتشويق، في تشويق حسن، التشويق الحسن يعني صنفه خبراء الصناعة تشويق مباشر وغير مباشر وبالمقارنة وبالأخذ بالرأي. لكن التشويق السيء السلبي الذي يعني أتمنى أن نتجنبه هو أن يكون عندك يعني نبرة منخفضة أو حماس زائد أيضا. يعني لا يجب أن يكون عندك استجداء وحماس زائد، ولا يكون عندك يعني فتور ونبرة منخفضة، وبالتالي هذا الشيء يفقدك الناس. أما يجب أن يكون عندك تشويق يعني من خلال إثارة فضول هذا الشخص، بحيث أنك تتكلم عن الدخل الإضافي، التمتع بالعافية، امتلاك الـ own business أو العمل الحر، تصل إلى الحريات المالية والصحية وحرية الزمان والمكان، تسافر، يعني تشوق هذا الشخص أنه سيكون عندك تقاعد مبكر وعلاقات كبيرة وسفر وترحال ولن تخسر. هكذا يعني نكلم الناس بطريقة مناسبة. أيضا التشويق بالمقارنة، يعني تقارن التجارة التقليدية مع التجارة غير التقليدية وتتكلم عن ميزات البيع المباشر.